السلام اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. اليوم غادي نشوفوا بالنسبه للميكانيك دو بوان نبداو السينيماتيك. صافي، اول حاجه نبداو بها في السينيماتيك هي لي سيستيم دو كوردوني، ونشوفوا بالنسبه لذاك المميزات المهمه ديالهم بالنسبه مثلا الفيكتور دو بوزيسيون، الفيكتور دو فيتيس، الفيكتور ديال لاكسيليراسيون. واول كوردوني نقدروا نبداو به هو الكوردوني كارتيزيان، من بعد ندوزو للكوردوني سيلندريك، من بعد الكوردوني سفيريك، ومن بعد عاد نمشيو للغوبير ديال فريني. اذا بالنسبه للكوردوني كارتيزيان ولا المعلم الديكارتي، يعني واحد المعلم اللي بسيط بزاف، يعني كتتم الدراسه فيه بسيطه بزاف. علاش؟ حيت عندك هاد اكس ايغريك زد، يعني راه فيكس، هاد الغوبير هذا فيكس، ماشي بحال الكوردوني سيلندريك. كنشوفوه كوردوني سيلندريك يعني المعلم الاسطواني، يعني كيكون كيتحرك مع البوان في داك الاسطوانه كيتبدلوا. صافي، كيتبدل يعني كتبدل يعني الموضع ديال داك الغوبير. اما بالنسبه للغوبير كارتيزيان فكيبقى يعني فيكس. صافي، حنا كنبدلوا الغوبير، يعني هاد كاين الكوردوني كارتيزيان سفيريك وسيلندريك. علاش؟ باش يعني كتسهل لنا الخدمه. عندنا واحد الحركه دائريه ديال واحد الكره، عادي تسهل لي الخدمه، غادي نخدم بالكوردوني سفيريك، يعني معلم الكروي، يسهل لي الخدمه انني ندرس داك النقطه اللي كدير واحد الحركه كرويه. صافي، بالنسبه للكوردوني سيلندريك كيسهلوا عليا انني نخدم يعني السينيماتيك ديال داك النقطه في داك الكوردوني، في داك السيلندر كيكون عندي واحد السيلندر، واحد الاسطوانه. صافي، كوردوني بولير عاوتاني الا كانت عندي واحد الدائره. بالنسبه للكوردوني كارتيزيان كتكون هي كتحرك واحد الحركه انايا عشوائيه. اذا بالنسبه لنا نبداو نعتبرو واحد البوان ام، يعني بعدا كوردوني كارتيزيان راه خصنا نفرقو ما بين الغوبير وما بين الباز. الغوبير في الكوردوني كارتيزيان هو هذا، يعني او اكس ايغريك زد، هذا هو كيتسمى بالغوبير ديال لي كوردوني كارتيزيان. بالنسبه للباز، شنو هو الباز؟ راه هو او، يعني كتكون من لي فيكتور يونيتير او اي جي ك. صافي، حيت هذا كيتسمى الباز. اذا بالنسبه لهاد الفيكتور يونيتير وهاد الغوبير هذا ولا هاد الكوردوني كارتيزيان، هاد الغوبير ديال لي كوردوني كارتيزيان راه فيه، يعني هو واحد الغوبير اورتونورمي ديريكت. اورتونورمي ديريكت يعني ان المنظم ديال داك المتجهات الوحيديه هو واحد. صافي، يعني في الفيكتور يونيتير، وانهم بيناتهم واحد العلاقه، يعني داك ديريكت شنو كتعني لنا؟ انه يعني الا حطيت هنا اي، هنا جي، وهنا ك. فإلا درت البرودوي فيكتوريال ديال اي مع جي غتعطيني ك، إلا درت البرودوي فيكتوريال ديال جي مع ك غتعطيني اي. يعني إلا درت البرودوي فيكتوريال ديال اي مع جي غادي تعطيني ك. وإلا درت العكس مثلا، إلا درت البرودوي فيكتوريال ديال جي مع اي، يعني قلبتهم، البرودوي فيكتوريال ديال جي مع اي غادي تعطيني موان ك، حيت ملي كنقلبهم كتدخل واحد الناقص. صافي، راه شفنا بلي البرودوي فيكتوريال ديال في مع اي راه كيخالف البرودوي فيكتوريال ديال اي مع مع في. صافي، الا قلبتيهم كتدخل واحد الموان. اذا هنايا البرودوي فيكتوريال ديال اي مع جي هو ك، البرودوي فيكتوريال ديال جي مع ك هو اي، البرودوي فيكتوريال ك مع اي راه هو جي، يعني حسب هذا المسار هذا كيبقى في هذا المسار هذا. اذا حنا نعتبر واحد البوان ام كبيره اللي عندها يعني الاحداثيات ديال عندها واحد اكس اكس ام، وعندها واحد ايغريك ام، وعندها واحد زد ام، يعني ضروري خصهم يكونوا عندها هاد الاحداثيات هذا. اذا حنا كيفاش كنرسموا هاد البوان هادي ام؟ كيفاش كنديروا نرسموا هاد البوان ام هنايا هاد الغوبير هذا؟ كنمشيو كنشوفوا اكس ام فين جات بالنسبه للمحور اكس، هو يعني اكس ام مثلا هي هادي، كنشوفوا ايغريك ام فين جات، ايغريك ام مثلا هي هادي، وكنجيو وكنشوفوا التقاطع ديال هاد المحورين هادو. صافي، التقاطع ديال هاد النقطتين يعني فين كيتقاطعوا لينا، يعني مثلا اكس ام ديرو بحال هكا ترسمش مثلا نقطه بحال هكا، وبالنسبه لايغريك ام مثلا هي هاد البوان، يعني التقاطع ديالهم فين جا مثلا جا هنا. هاد البوان هادي اللي كيكون فيها التقاطع ديال اكس ام مع ايغريك ام نسميها مثلا واحد ام صغيره.
صافي انا يلا حطيت اكس ام و ايغريك ام مازال لي الزد ام كنمشي نقلب عاوتاني على الزد ام فين جا مثلا الزد ام هي هذه وكنشوف يعني كندير هنايا غير الاسقاط يعني بحال هكا كنرسم واحد المستقيم افقي بحال هكا كنشوف فين جات هاد البوان زد ام مثلا بحال هكا مثلا جات داك البوان ديالي هنا يعني الاسقاط ديال هاد زد ام يعني الاحداثيات ديال زد ام جات هنا يعني البوان ديالي ام فين هي اللي عندها الاحداثيات اكس ام ايغريك ام زد ام راه هي هادي اللي هي البوان ام. اذا حنا اللي كنقلبوا عليه هو الفيكتور دو بوزيسيون. هادي اول حاجه كنقلب عليها الفيكتور دو بوزيسيون يعني هذا الفيكتور هذا اللي هو U من اصل المعلم حتى البوان ام اللي هو او ام. دائما كنقلب على هذا الفيكتور دو بوزيسيون او ام متجهه الموضع. اذا بالنسبه لهنا لاحظتي معايا U لي ام U لي ام وهذه متجهه الموضع هذه كندير نجبدها لان راه داخل فيها يعني هنا راه ما تبانلكش يعني في الورقه بحال هكا يعني راه خارجه. انا خصني نشوف كيفاش نجبد هذا الفيكتور دو بوزيسيون هنا. بالنسبه للفيكتور ولا بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان ساهل انك تجبد متجهات الموضع او لي ام. علاش؟ شحال كتساوي لي متجهات الموضع او لي ام؟ لاحظ معايا عندك واحد البوان هنا ما بين اكس ام وايغريك ام كاين واحد البوان سميتها ام. ندخل علاقه شال غتولي عندي هنا او لي ام صغيره زائد شنو ام صغيره ام كبيره متجهات. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا عاوتاني ما بين هاد او و ام صغيره ها هي او و ام صغيره هاد او ام صغيره هاد او ام صغيره هاد المتجهه او ام صغيره هي اللي عندي هنا. لاحظ معي او ام صغيره هاد او ام صغيره اش كتساوي لي الاسقاطات ديال هاد او ام صغيره. لاحظ معي او ام صغيره شنو عنده؟ عنده واحد اكس وعنده واحد ايغريك وماشيين مع المتجهات الوحيديه صافي مع الفيكتور اونيتير. يعني شنو عنده؟ عنده اكس ام ماشى معايش مع الفيكتور اونيتير اللي هي اي وعنده واحد ايغريك ام اللي ماشى مع الجي يعني زائد واحد ايغريك ام ماشى مع الجي هذه غير الاسقاطات ديالها على هذا الغوبير هذا صافي. عنده واحد اكس ام ماشى مع اي وعنده واحد ايغريك ام ماشى مع الجي باش كتعطينا هذا الفيكتور اللي هي او ام صغير. وبالنسبه للفيكتور ام صغيره ام كبيره اش كتساوي لينا؟ ها انت ام صغيره ام كبيره راه هي هذه المسافه يعني المنظم ديالها. شنو هو المنظم ديالها؟ هو هذه المسافه مضروبه في المتجهه اللي ماشى معاها. ها انت من ام صغيره طالعه لام كبيره يعني طالعه للفوق. لاحظ معايا باللي هاد ام صغيره ام صغيره ام كبيره هاد المتجهه ام صغيره ام كبيره راه موازيه مع كا وماشى في نفس الاتجاه يعني طالعين يعني راه تكون اون فونكسيون دو كا. ديك الفيكتور اونيتير اللي اختاروه ليها غيكون بما انهم متوازيين ونفس الاتجاه غيكون هو كا وكانوا متوازيين ومختلفين الاتجاه تكون هي موان كا داك الفيكتور اونيتير صافي. اذا بالنسبه لهنا لهاد المسافه ام صغيره ام كبيره شنو هي؟ راه هي زد ام صافي هي زد ام مضروبه في داك الفيكتور اونيتير. قلنا باللي ام صغيره ام كبيره راه طالعه للفوق وكا طالعه ومتوازيين يعني الفيكتور اونيتير ديال ام صغيره ام كبيره راه هو نفسه داك كا صافي. اذا بالنسبه لهاد او ام هادي دابا نحط الفيكتور دو بوزيسيون او لي ام بالنسبه للكوردوني كارتيزيان اش كيساوي ليا؟ هو او ام صغيره. او ام صغيره شنو هي؟ هي اكس ام فوا اي بلس شنو ايغريك ام فوا جي بلس شنو ام صغيره ام كبيره. شنو هو الفيكتور ام صغيره ام كبيره؟ راه هو زد ام فوا اش فوا ك. اذا هذه هي اللي تعقل عليها انت مزيان بالنسبه لاش بالنسبه للكوردوني كارتيزيان. الفيكتور دو بوزيسيون بالنسبه للكوردوني كارتيزيان اللي هو او لي ام اش كيساوي لينا؟ هو اكس ام فوا اي بلس ايغريك ام فوا جي بلس زد ام فوا ك. حنا قلنا كنقلبوا على ثلاثه الحاجات الفيكتور دو بوزيسيون الفيكتور دو فيتيس والفيكتور ديال اش ديال لاكسيليراسيون. مي غنلقاو ثلاثه نكونوا سالينا الحصه ديالنا. اذا حنا يلاه لقينا شنو الفيكتور دو بوزيسيون اللي هو او لي ام اللي كيساوي لي اكس ام فوا اي ايغريك ام فوا جي زد ام فوا ك. مي لقينا الفيكتور ديال البوزيسيون راه هادي يعني بدايه موفقه باش نلقاو الفيكتور دو فيتيس حيت عندهم علاقه ما بيناتهم. ومي لقى الفيكتور دو فيتيس عاوتاني راه غادي نقدر نلقى الفيكتور دو بوزيسيون الفيكتور دو لاكسيليراسيون. مزيان نجيب ورقه هنايا دابا نمشيو نلقاو الفيكتور ديال الفيتيس اللي هو في. خلي هنايا الفيكتور دو لاكسيليراسيون ديال
يعني الفيكتور دو بوزيسيون لي ام حيت نحتاجو. الا بغيت دابا الفيكتور دو فيتيس في في دو ام بارابور هاد الغوبير ار اللي كنخدم فيه انا اللي هو او اكس ايغريك زد، يعني الفيكتور دو فيتيس ديال بوان ام بارابور ار اش كيساوي لينا؟ هو دي ديال او ام، يعني هو الشقاق ديال متجهات الموضع بارابور دي تي، على ايش؟ على هاد الغوبير ار، هو الشقاق ديال المتجهات يعني ديال الفيكتور دو بوزيسيون بدلاله الزمن، على ايش؟ على هاد الغوبير اللي هو ار اللي هو او اكس ايغريك زد. صافي، اذا بالنسبه للفي ديال ام بارابور ا هو الشقاق ديال او ام بارابور تي، يعني بدلاله الزمن هذا المعلم اللي هو ار غوبير او اكس ايغريك زد. اذا غنديروا الشقاق ديال او ام، او ام خرجناها شنو هي؟ هي اكس ام اي ايغريك ام جي زد ام ك. اذا بالنسبه لهنا في دو ام بارابور ا شحال تكون لينا؟ غنعوض غير هنا هنايا تي سوغ تي تي، غنفتح القوس و لي ام غنحطها. شنو هي لي ام؟ هي اكس ام اي بلس ايغريك ام جي بلس زد ام ك بارابور هاد الغوبير اللي هو ار. صافي، اذا هنا حطينا متجهات الموضع، يعني ما بقيناش محتاجين هاد الورقه بلاتي محتاجينها. اذا بالنسبه لنا لاحظ معايا بلي في دو ام بارابور ار كنعرفوا بلي الشقاق ديال مجموعه ديال لي فونكسيون شنو هو؟ يعني هو الشقاق، يعني الشقاق ديال مجموعه، يعني المجموع ديال لي فونكسيون شنو هو؟ هو الشقاق ديال كل فونكسيون على حده. يعني شنو هو؟ دي دو دي سوغ دي تي ديال هاد الفونكسيون الاولى اللي هي اكس ام فوا اي بلس الشقاق ديال هاد الفونكسيون الثانيه، يعني دي سوغ دي تي ديال ايغريك ام فوا جي بلس الشقاق ديال هاد الفونكسيون الثالثه اللي هي دي سوغ دي تي ديال زد ام فوا ك. صافي مزيان، ولاحظ معايا هنايا بلي اكس ام فوا اي شنو هما؟ راه دو فونكسيون مضروبين في بعضياتهم، يعني عندنا او فوا في بريم. شنو هي؟ هي او بريم فوا في بلس في بريم فوا او. هذه هي الشقاق ديال دو فونكسيون، الضرب ديال دو فونكسيون، برودوي ديال دو فونكسيون شنو هو؟ الديريفي ديال البرودوي دو فونكسيون راه هو او بريم فوا في بلس في بريم فوا او. اذا بالنسبه لهنا في دو ام بارابور ا ار اش كتساوي لي؟ يعني هنايا غادي ندير نفس البلا اللي درت هنا، غتكون الشقاق ديال الاولى يعني دي ديال اكس ام بارابور دي تي مضروبه في اي، يعني الشقاق ديال الاولى مضروبه في الثانيه زائد الشقاق ديال الثانيه، يعني دي دو اي سوغ دي تي مضروبه فاش؟ في الاولى اللي هي اكس ام. عاوتاني هنا الشقاق ديال ايغريك، يعني تي ديال ايغريك ام بارابور دي تي مضروبه في هاد جي، زائد شنو؟ الشقاق الثانيه اللي هي جي، يعني دي دو جي بارابور دي تي مضروبه في الاولى اللي هي ايغريك ام بلس. هنا اخر حاجه بقات ليا، يعني دي ديال زد ام سوغ دي تي فوا كا بلس دي دو كا سوغ دي تي فوا زد ام. قلت لكم في الاول بلي هاد الغوبير كارتيزيان صافي مالو فيكس، صافي ما كيتحولش صافي، يعني ما كيتبدلش على حساب البوان، ما كيترسمش على حساب البوان، راه فيكس هنا صافي، دائما كيبقى فيكس، يعني داك اي و جي و ك راه دائما كيبقاو فيكس، يعني الشقاق ديالهم مالو كيبقى حتى هو فيكس، يعني الشقاق ديال اي و جي و ك راه يكون زيرو بما ان هاد الغوبير فيكس. عقل عليا هادي بالنسبه للغوبير كارتيزيان، الشقاق ديال اي سوغ دي تي راه كيساوي لنا الشقاق ديال جي حيت هذا راه واحد يعني راه فيكس، الشقاق ديال جي بارابور دي تي والشقاق ديال ك سوغ دي تي هذا كامل شحال كيساوي لنا؟ زيرو. علاش؟ حيت هما فيكس. هادي دور عليها حيت تحتاجها بالنسبه للفيكتور دو فيتيس ولا اكسيليراسيون. صافي، اذا هذا الشقاق ديال اي والشقاق ديال جي والشقاق ديال ك راه كيساوي زيرو. علاش؟ حيت عندنا هاد الغوبير راه فيكس. اذا بالنسبه لهنايا فيما نشوف الشقاق ديال اي وديال جي وك ندير زيرو، اذا هنا زيرو بالنسبه لهنا زيرو وبالنسبه لهنا زيرو. اذا نشوفوا واش غادي يبقى لينا في دو ام بارابور ا ار شنو بقات لينا؟ هادي بقى يعني دي ديال اكس ام بارابور دي تي فوا اي، هنا عاوتاني الشقاق زائد دي ديال ايغريك ام بارابور دي تي فوا جي ياك، زائد هنا دي ديال زد ام سوغ دي تي فاش فوا كا. هنا راه سالينا لقينا الفيكتور ديالاش ديال الفيتيس. باقي لي واحد الحاجه نعطيها لكم بالنسبه
الميكانيك ديال نيوتن، يعني الاستقاق هو من زوب، يعني حنا الاستقاق في المات كنديرو بريم ولا كنديرو بين قوسين، يعني اما دير او بين قوسين تكتب واحد، هذاك يعني الاشتقاق الاول، ان يعني الاشتقاق ان. بالنسبه للفيزيك الدي ديال اكس ام بارابور دي تي كيميزوها، يعني كيدير فوق منها نقطه، يعني اكس ام نقطه. عاوتاني الدي ديال ايغريك ام بارابور دي تي شنو هي؟ كيدير ايغريك ام وفوق منها نقطه. والدي ديال زد ام بارابور دي تي اش كيدير؟ كيدير زد ام وكيدير فوق منها نقطه. صافي مزيان، هادشي راه باين واضح ليكم. اذا بالنسبه لهنا هادشي غنخليه، وغادي نجي نكمل على الفيكتور ديال الفيدي ديال الفيتيس في ديال ام بارابور ا ار. اش كيساوي لينا الاشتقاق؟ قلنا ديال اكس ام بارابور دي تي شنو كنرمزوا ليه؟ بي اكس ام بوا مضروبه فاش في اي، زائد الاشتقاق ديال ايغريك ام بارابور دي تي شحال هو؟ هو ايغريك ام بوا فوا جي، زائد الاشتقاق ديال زد ام بارابور دي تي شنو هو؟ زد ام بوا مضروب في ك. اذا بالنسبه لنا هنا الفيكتور فيتيس شنو كيساوي لنا؟ في دو ام بارابور ار راه هو اكس ام بوان فوا اي بلس ايغريك ام بوان فوا جي بلس زد ام بوان فوا ك. اذا لاحظ معايا هنا هذه هي شنو الفيكتور ديال اش ديال الفيتيس بالنسبه للكوردوني كارتيزيان. صافي، اذا دابا لقينا التعبير ديال الفيكتور دو بوزيسيون والفيكتور اش والفيكتور فيتيس. بقى لينا اخر حاجه اللي شنو هو؟ اللي هو لاكسيليراسيون. صافي، اذا بقات لينا غير لاكسيليراسيون، نجيب هنايا هاد الورقه هادي باش نلقاو لاكسيليراسيون ا، نسميها ا ولا سميها الفا ولا سميها اللي بغيتي نتا. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون اللي هي ا دو ام بارابور ا ار اش كتساوي لينا؟ هي عاوتاني الديريفي ديال في ديال ان بارابور ا ار سوغ دي تي في هذا المعلم ار. اذا قلنا باللي في شنو هي؟ هي الاشتقاق ديال الفيكتور دو بوزيسيون، عاوتاني لاكسيليراسيون هي الاشتقاق ديال الفيكتور دو فيتيس. صافي، اذا بالنسبه لنا هنايا كنعرفوا باللي في هي الاشتقاق ديال الفيكتور ديال بوزيسيون، يعني الا بغينا نقولوا باللي لاكسيليراسيون هي الاشتقاق الثاني ديال الاشتقاق الثاني ديال اش ديال الفيكتور دو بوزيسيون سوغ دي تي او كار بارابور ا ار. يعني لاكسيليراسيون هادو بجوج اللي عندنا هي الاشتقاق الثاني ديال اش ديال الفيكتور دو بوزيسيون. حنا نجبدوها بما انه عندنا الفيكتور فيتيس، نجبدوها عين انطلاقا من التعبير ديال الفيكتور فيتيس، يعني لاكسيليراسيون ديال ام بارابور ا ار اش كتساوي لينا؟ هي دي في ديال ام بارابور ا ار سوغ دي تي فهاد الغوبير ار. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ديال ام بارابور ا ار اش كتساوي لينا؟ هي دي سوغ دي تي. شنو هي في دو ام بارابور ا ار؟ راه هي شنو لقينا في؟ هي اكس ام بوان فوا اي بلوس ايغريك ام بوان فوا جي بلوس زد ام بوان فوا كا بهذا المعلم اللي هو ار. اذا هنايا الاشتقاق ديال المجموع ديال لي فونكسيون هو الاشتقاق ديال كل فونكسيون على حده. اذا هنا ا ديال ام بارابور ا ار شنو هي؟ هي دي سوغ دي تي ديال اكس ام بوان فوا اي بلوس دي سوغ دي تي ديال ايغريك ام بوان فوا جي بلوس دي سوغ دي تي ديال زد ام بوان فوا كا. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهاد الاشتقاقات هادو، عاوتاني الاشتقاق ديال دو فونكسيون هو الاشتقاق ديال الفونكسيون الاولى في الثانيه زائد الاشتقاق ديال الفونكسيون الثانيه في الاولى. حنا قلنا باللي داك دي دو اي زيرو. اذا بالنسبه لهنا لاكسيليراسيون ا دو ام بارابور ا ار اش غتساوي لينا؟ يعني هي الاشتقاق ديال اكس بوان اكس ان بوان سوغ دي تي مضروبه فاش في اي زائد دي دو اي سوغ دي تي فوا اكس ان بوان هذيك زيرو. هنا زائد عاوتاني هنا دي ديال ايغريك ان بوان سوغ دي تي مضروبه في جي، وهنا زائد شنو دي ديال زد ام بوان سوغ دي تي مضروبه في ك. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام بارابور ا ار اش كتساوي لنا؟ شنو هو الاشتقاق ديال اكس ام سوغ دي تي؟ راه هو اكس ام دو بوان. صافي، حنا الاشتقاق الاول كنديرو غير بوان الفوق، الاشتقاق الثاني كنديرو دو بوان الفوق مضروبه فاش في اي زائد اش ايغريك ام. هنا الاشتقاق
ديال x1 بوان هو x1 دو بوان، يعني الشقاق الثاني ديال هاد y1 مضروبه في الفيكتور يونيتير اللي مشى مع y اللي هي الجي، زائد الشقاق ديال z1 بوان راه هو z1 دو بوان مضروب في ك. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام بارابور ا ار اش كتساوي لينا حتى هي xm دو بوان فوا اي بلس ym دو بوان فوا جي بلس zm دو بوان فوا ك. اذا بالنسبه لهنا هذا هو الفيكتور ديال اش ديال لاكسيليراسيون. اذا دابا لاحظ معايا لقينا الاول، يعني لقينا الفيكتور دو بوزيسيون، من بعد لقينا الفيكتور ديال الفيتيس، ومن بعد لقينا الفيكتور ديال اش ديال لاكسيليراسيون. هنا ما درنا لا اسقاطات لا شي حاجه حيت الغوبير فيكس، يعني داك دي دو اي ما كتحتاجش نديرو الاسقاطات، ولكن في الحصه المقبله ان شاء الله يعني نخدمو على الكوردوني سيلندريك، نحتاجو شويه ديال الاسقاطات، يعني وجد راسك الكوردوني سيلندريك كتقول الخدمه اكثر من هكا. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.